حضرتك زوجة والله العظيم هذا الصغير يقول بابا بعد ما احبه ماكو بابا اح عدي انا راح بعد ما يجي حتى الغرفة فوق بعد ما انا بيها ابدا قلت له بعد ما اصعد فوق ابد انا خالة الشهيد والله هو انسان مؤدب محترم مو على مود ابن اختي واقول لك لا اشهد سأل العالم سأل جوارينا يعني ما عنده أذية ويا كل أحد العالم بكت ولطمت لمن شيعناه ما عنده كل أذية وتشيع هاي السيارة اللي اشتغل عليها وكان يقول دائما يقول هذا نعشي هنا أشيله ظل 3 أيام يحومي بنفس يوم الجريمة صار 3 أيام بموقع الجريمة يظل يفتر يعني أجله أجى الحمد لله أقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل من فعل هاي الجريمة كنت أنا أوصل للباب هاي والله يطلع وقفل الباب ورا هسه كلش حياتي تغيرت يومي أبو عبد الموبايل أشوف هو صدق نايم هو أبو هذا الحين معقول هو ميت والله العظيم جابوا لي صورة حتى الوفاة ماته من دفنه بالتراب والله ما صدقت أبشي أقول مو هذا هو مستحيل والله فكرة أقول هذا معقولة والله البارحة قاعدة قلت له صوفي يوم أقوم تريق وياي يعني يوم أنا نعسان قلت بعد ويا ما أتريق أنا ويا من والله العظيم لحد الآن ما مصدقة والله عايشيني يومي بيومه إذا ما يجي يجيبنا مسواق يعني ثانية ما عدني أكل إحنا الله لا يوفقني أنا هذا خطأ شنو ذنبه والله العظيم شان فتحانين علي وعلى أمه هاي أمه خطأت ربيع حالة نفسية كل شهر وديها للمستشفى ابن رشاد يجيب لها دواء خطأ أنا وياها وهي نصعد يجيب لها دواء كل سبت والله يعني كل شهر كل سبت يوديها عند عطلة جمعة وسبت هسه منيح يوديها والله ناشد الخيرين العراقيين أهل الغيرة يباعون الحالة حال زوجته الأيتام أنا أشهد وزارة العمل أنا أشهد كل إنسان طيب وعنده غيرة لأن بعد ما عنده لا راتب كل شيء ما عنده الحمد لله طلع نظيف اليدين زين شلون يعيشون هالسعادة والله العالم تجيب لهم شوف ذيك الأكياس هاي العالم طلعوا عاشوا على الصدقة هسه والحمد لله الناس ما تقصر أنا أشهد أي واحد يعني مسؤول كبير يشوف حالنا أنا وهذول الأربعة وأنا وديهم هذا اللي يقرأ خوب هذاك الاخ هم ديقله هذا الاخ الصغير وسط هم ديقله وهذا لي ساعه والله صغير والله العظيم لي ساعه لا اكل ولا اشرب صحبه بابا هاي اختي خطيه معلمه تجي يوميا تجيب لنا مسواك شغلات تجيب لي فراوله يقول بابا اجي يوصل الباب يرجع والله العظيم بابا راح يسوي بعد ويرجع لهنا يوقف